انا اللي نصبت عليا المره ديالي، المره تعرفت عليها ان كانت الاخت ديال الصديق ديالي كتمشي للديار الاسبانيه، وتلاقيت معها بقيت كنعاونهم، كنت في الدار عندهم بقيت كنعاونهم. من بعد طورت لها او قلت لك ودينا نديك لبرا، من بعد نديك لبرا، من وراها انني تزوجت بها، درت بها العقد، تزوجت بها ومشيت لاسبانيا. كانت بقات كتمشي وتجي على العاديه. من بعد طلبت مني الفلوس، قالت لي باش الكونت ديالي يبقى عامر. مشيت انا تسلفت كريدي، خديت كريدي، دوزت لها 15 مليون في الكونت ديالها. ملي دوزت لها 15 مليون في الكونت ديالها بقات عيط للاتصال بيني وبينها، درت بها شكايه، ما تلاتش بغات تجاوبني. كان مشات لاسبانيا ما تلاتش بغات تجاوب في التليفون ديالها، درت بها شكايه عند وكيل الملك. يعني استنتج بان الهاتف ديالها اللي خلاته لهنا في المغرب انه فيه ميساجات مع ناس اخرين ديال الخيانه الزوجيه وداكشي كلشي. اللي كتعرف على داك اللي داخل اللي ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه، درت شكايه للوكيل الملك بالنصب وبالخيانه الزوجيه. من وراها اتصلت بيا قالت لي ودي باش غادي دي باش ترجع باش تديني زعما راه وقع المشاكل وداكشي باش تفك معايا المشكل. فجات درت انا وياك سيده شهر 12 ديال 2019، درنا كسيده بالسياره ديالها، هي بالسياره ديالها. المهم مشات بحال عاود رجعت ثاني لاسبانيا وجات في الطياره. الطريقه اللي وراتني هي بانها كدي عن طريق المطار محمد الخامس. كيفاش كدي ما نعرف، كتصاوب باسبورات وكتقطع بسميتها وسميت ولدها ولا ما فهمتش. المهم ديال هذا الشيء اللي كتعاود هي غندير لك بحال هكا، وفيها كانت دات ولدها، داتو بهذه الطريقه نيت. ومن وراها جات، فاش جات هنايا في شهر جوج ديال العام اللي فات، صوبت شهاده السكنه، دارت فيها مطلقه بانها هي مطلقه، حتى هي دارت بانها مطلقه وهي مجوجه بيا، باقا مجوجه بيا لا حقيقيه كاينه في العماله الا كان. صوبت بها هذا الجواز ديال السفر، صوبت بها هذا الجواز ديال السفر ديالها شدي واحد اخر جديد، من رغم انها هي في شهر 11 مصوبه زواج سفر اخر. يعني ما بين 3 4 شهور صوبت جوج باسبورات. داكشي اللي كدير، جابت معها باسبور اخر باش واحد كتبقى توريه لاسبانيا بانها ما كتدخلش، باش كيعاونوا هذيك المعاونه، واحد كتبقى تدخل وتخرج به. فاش صوبت هاد شهاده السكنه كانت بيت زوجيه معايا هي والاخت ديالها. استنتجت بان مشى ليا الدفتر ديال الشيكات، من ضمنهم انا كان واحد الشيك مسيني، كنت كنتعامل مع الشركات. داك الشيك كنت درت باش خديت واحد الماكينه كريدي وفرقت لهم طريطات، كل مره كنعطيهم كل شهر كنعطيهم طريطات ديالهم ياك. وبقى داك الشيك زايد، بقى في الدفتر ديال الشيكات. شهر 3 من بعد فاش صوبت هاد شهاده السكنه كنلقاه طار ليا من البيت الزوجيه. انا ما عرفتش شكون يداه، ما بغيتش نحط البطل على شي حد. درت واحد الاشهاد مقاطعه وجبته للبنكة، وقفت الشيكات كلهم، دفتر ديال الشيكات، ودرت الاشهاد. عطاوني الورقه باش وقفت الكونت ديالي باش يمشيو تيا. من بعد شهر عاد جابته هي عمراتو بالاسم ديالها، دارت فيه 40 مليون باش بانها هي كتساني 40 مليون باش انا ما نهضرش على دوك الوثائق الاخرين اللي كدير النصب. هادشي اللي كدير هي هدتني بانها غتورطني بشي حاجه. ديجا قبل ما نديرو الكسيده هدتني بانها غتورطني بشي حوايج، بان حتى واحد ما غيقدر عليها. وهي كل مره كتبدل الشكل ديالها، مره كتلبس جلابه، مره عاديه، مره كتلق شعرها، مره المهم كل نهار النوبه بقطع الشعر ديالها، كل نوبه في حله، النوبه طالقه على. وهي ديجا عندها مشاكل مع رجال اخرين ماشي غيري انا. هادشي كامل لانني انا ما بغيتش ندير واحد البنت ختها، بنت ختها ولدت بنت، والده بنت، ومنين جيبها الله اعلم. بغيت نسميها انا في سميتي انا، باش نديرها انا في الوراق عندي انا. قلت لها انا ما يمكنش ليا باش ندير هاد الحوايج، انا البنت ماشي بنتي، ما نديرهاش في الوراق. في شهر 6 مشات في حالاتها،
يعني مشيت لإسبانيا في شهر 7 كنت تفاجئ بأن ديرالية دعياني على النفق ديال 4 سنين من اللي عطانا قاضي التوثيق الإذن بالزواج. من ذاك النهار قالت لي ما عمرني صرفت عليها ما عمرني دو عطيتك شي ريال انا ما عايشاش معايا. وانا كنطلب من السيد عبد اللطيف الحموشي باش يتدخل في هذه القضيه باش يتفكوا بزاف الالغاز بان شي حوايج كبار وكتقول يعني كدوز بشي طرق اللي خياليه انك دي الناس لبرا بلا شيء. وكنطلب تحقيقات في هذه الهضره اللي كنقول كنطلب التحقيق. ولدابا كتهدد فيا دابا صيفطت ليا واحد من الناس ديالها جا لعندي حتى البلاصه فين كنسكن كيسول عليا الطوموبيل ديال برا وانا ما بيني وبينه حتى شي حاجه.